الامرأة الأكبر بالعالم فولو شير لوسيل راندن. بحسب كتاب جينيس تولدت ب 11 فبراير سنة 1904، يعني عمرها 118 سنة و126 يوم. وهبت كل حياتها لخدمة الأطفال والعجزة، وهي أكبر راهبة بالعالم وأكبر امرأة أصيبت بفيروس كورونا وشفيت منه. ولوسيل اليوم موجودة بمأوى عجزة ومش مصدقة امتين بتموت لأنه تعبت من هالحياة. فأنتو بتفضلوا تعيشوا لهالعمر أو لا؟